عاوز القنصل البريطاني. انا هنا غلط، انا عاوز محامي، يا حد ظابط يا شويش يا حكومه، انا عاوز القنصل بتاعي يطلعني من هنا. ايه الدوشه دي يا عسكر؟ هتضربه ده الخواجه ليه يا فندم؟ ده ايه يا بنت؟ شوف يا حد ظابط، انا بحملك مسؤوليه حجز هنا، انا عاوز القنصل بتاعي علشان يخرجني من هنا. يعني انت مش عايز تتلم؟ حقي حقي يا سعاده البيه، حقي. اذا كان حقك بقى نبعت نجيب لك القنصل الاسرائيلي يا ابني. لا مفيش داعي للغلط يا حاج الظابط، خلينا حلوين مع بعض احسن لك. يعني انت مش عايز تجيبها بره؟ لا عاوز، عشان كده انا عاوز محامي. كل حقوقك هتاخدها، بس تقعد ساكت من غير دوشه. انا بقالي اسبوع في الحجز هنا، ما حدش سال فيا. مش احنا اللي جبناك هنا، الانجليز هم اللي رحلوك من حدود ليبيا، وانت اللي قلت لهم ان اسمك الحقيقي ليفي كوهين. طب انا عاوز سجاير. روح هات اللي هو عايزه، على الله اسمع صوته بعد كده. حاضر يا فندم. خد خد يا شويش عبده، هات لي علبه لك سترايك وسندوتشين فول وزيهم طعميه. يلا لك سترياك وفول وطعميه. طب يتبلعوا ازاي دول؟ امال انت عايز تاكل ايه؟ الربع الكبده والليل واخره. الليل واخره الليل واخره، احنا لسه في عز الضهر. لا ما الكبده طولت المفعول، بتشتغل لتاني يوم. طب ما تتاخرش عليا، احسن ما معيش غير سيجارتين. حاضر. ايه العبارة دي يا جدع؟ حماية. حماية ايه؟ بس كان الثورة لغت الحماية. ما سمعتش كلام مع الضابط. بس برافو عليك، حقيقي برافو عليك. ابراهيم سليمان، خليك بعيد عني احسن لك. انت صحيح اسمك ليفي كوهين؟ انت غاوي وجع قلب اخينا؟ مش ممكن يكون ده اسمك الحقيقي. تاخد لك نفس؟ لا انا عايز اعرف اسمك الحقيقي. ان ما بعدتش عني هقول لهم انك معايا. ايه رايك؟ لا وعلى ايه؟ لحد دلوقتي يا فندم محدش عارف له اسم ولا مله ولا جنسيه. الله، انت مش حاطط معاه مرشدين في التخشيبه؟ بتقلب عليه سته لحد دلوقتي، محدش عارف له اصلا. مفيش غير ان المباحث تشد حيلها وتجيب لنا قراره. الولد ده مش سهل زي ما انتم متصورين. ازاي؟ اولا اتمسك في ليبيا باسم، وجي عندنا باسم تاني، بصماته بتقول ان ليه اسم تالت، واكيد ليه اسماء تانيه ما نعرفهاش. ايه اللي خليك متاكد من كده؟ التقرير اللي بعتوه الانجليز معاه بيقولوا فيه انه مطلوب القبض عليه في امريكا وانجلترا وفرنسا، وانه اتحبس في المانيا. خلاصه الكلام، انت ايه رايك فيه؟ رأيي إن احنا نتخلص منه ونبعته مصر، وهناك يبقوا يتصرفوا معاه. ألو. خلاص يا عم، لقيت لك اللي بتدور عليه. تاني يا رشدي؟ الله، أنت مش بقالك كذا شهر بتدور ولفيت مصر من شمالها لجنوبها، وأنا وريتك فوق عن 20 واحد ما هماش عاجبينك؟ عايز تقول إيه؟ عاوز أقول إن ده نوع ما حصلش. شكله إيه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ حقيقي ما اعرفش. تجرالك ايه يا رشدي؟ تعال وانت تتاكد بنفسك. اسمه ايه؟ ما اعرفش. الله، انت شارب حاجه يا اخينا؟ ما احنا قدامنا كذا اسم، احنا مش عارفين اسمه الحقيقي انهي فيهم. وده مليته ايه؟ ما اعرفش. اسمع يا رشدي، انا لسه جاي دلوقتي وتعبان، مش فاضل الهزار بتاعك ده يا اخي. صدقني يا محسن، ما حدش عارف ان كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. انت ممكن تعرف بالنظر يا حضرة الوزباشي. ما اصله ينفع كله. وده تهمته ايه؟ معرفش. امال قبضتوا عليه ليه؟ حقيقي معرفش. ده كلام ده يا عم رشدي. اصل في قدامنا كذا تهمة. زي ايه؟ في نصب واحتيال وسرقة وتزوير في اوراق رسمية وانتحال شخصيات، لكن المشكلة ان التهمة دي موجهة لكذا واحد، واحنا ما احناش عارفين هو انهي فيهم. طيب انا جاي حالا.